ظاهرة ديال التحرش انتشرت عندنا بزاف في المجتمع، وصراحة هذه الظاهرة خاصة ما تكونش، لأنه نحن في واحد المجتمع إسلامي اللي ما خاصش تكون. ووقعت مؤخرا في طنجة مع هذيك البنت اللي كل شيء شافها، وصراحة ضرني الحال، بقى فيا الحال بزاف، حيتاش اعتبرتها بحال ختي، تقدر تكون ختي هي في بلاصتها. ووقعت لي حتى في العائلة مؤخرا تقريبا والبارح، ودعمتي خرج مع واحد ختنا بنت صغيره، وشا حصلوا على دارهم وكذا، ووقع واحد المشاكل بزاف، فهمتي؟ ايوا شنو نقول لك، ما كنتمنى ان شاء الله السلطات تاخذ الإجراءات. هو التحرش صراحة واحد الظاهرة، ما بقاش كيعرفوا المزوجة من المخطوبة من ولات وليدات، يعني واحد الإنسان ولا كيتحرج مع وليداته بلا هذا، يعني التحرش ولا هذا الزعما اللي كنشوفوا في هذه الحالات، ولا إله إلا الله. ما بقاوش كيعزلوا بعدا الانسان، واش مزوجه، واش مخطوبه، واش عندها وليدات، واش يعني تكون بوليدات كاين تحرش. وهذيك عاود هذيك حاله ديالها بوحدها، هذيك حاله. ولكن الانسان هذاك الشيء اللي وقع في طنجره راك عرفتي علاش وكيفاش، يعني الانسان بالنسبه لهذاك الشيء اللي وقع راه بلا ما نقولوا، يعني راه لا اله الا الله. الله يهديهم، والانسان يمشي يدير شي سونتر، يدير شي حاجه. هذا الشيء ولا الانسان علاش هذا التحرش؟ الانسان ولا كيخرج من المدرسه كيبقى، فهمتي، ما عندوش شي حاجه باش يعني كيدير شي سونتر ويدير شي حاجه، كيبقى في الشارع اللي بانت ليه كيتبعها، فهمتي؟ لا لا، اللبس ديال باش لبستي ما لبستي، شوف لبسنا الجلابه مشكل، لبسنا هذا مشكل، يعني اللي لبستيه مشكل. التحرش ولا كيخلطوا كل شيء. بالنسبه لي انا التحرش واحد الظاهره اللي كثيره عندنا بعدا في المغرب، كثيره، واللي كتمس بالمجتمع ديالنا، وكتمس يعني الا جينا نفكروا من واحد الناحيه الاسلاميه والدينيه، راه ما خصش اصلا يكون التحرش. وكاين بزاف ديال الناس كيبازيو على انه مثلا البنت لابسه هكا ولا لابسه بهذه الطريقه هذه، وكيعطي هذاك يعني واحد بحال واحد الحافز انه يمشي ويتحرش بها. ولكن داكشي كتبقى واحد الحريه الشخصيه ديالتها هي، وما كان حط بلاصتك انت، حط اختك بلاصتها، ولا حط بنتك بلاصتها، ولا حط امك بلاصتها، فهمتيني؟ باش انك تحس هذاك الاحساس اللي غتحس به ديك البنت، ولا غادي يحسوا به الناس اللي من العائله ديالها ولا. دونك انا بالنسبه ليا كنقول انه فهمتيني التحرش ما خصوش يكون عندنا. شي حاجه يعني اللي من عند الله، جات من عند الله سبحانه وتعالى، ولا غادي في حلال مرحبا. شي حاجه اللي في الزنقه تبقى تابع واحد الانسانه، ولا بحال الدائره اللي وقعت في طنجه مؤخرا، فهمتيني؟ هذاك الشيء ما خصوش يكون، وما ما تنتقبلوش حنا كمغاربه كمسلمين، ما كنتقبلوش هذا الشيء. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.